أهلا بكم من جديد إلى ميشيل حداد وأحوال الطقس. الاعتماد اللبناني، مصرفك لكل الفصول. مرحبا. أجواء صافية مستقرة بعد مسيطرة على طقسنا وناطرنا ويك أند صافي بدون أمطار، ومناسب لكل أنواع مشاريعكم وكمان لكل المزارعين يلي فيهم يستفيدوا منيح من هالأجواء حتى يخلصوا أعمالهم وبشكل خاص رش الأسمدة والأدوية الزراعية. اتجاه رياح شمالي غربي لشمالي شرقي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 22 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 7 درجات و 18، أما بالداخل فبتتراوح درجة الحرارة بين 16 و 17 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر معتدل والجو صافي إلى قليل الغيوم. زين كمان 17، وبعين بوسوار مرج عيون 17 درجة، مننتقل لمنطقة عين زبدة 16 درجة، كمان 16 بعين كفر زبد، والختام بعين بورداي وبالقع مع 17 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم السبت مثل ما قلنا الجو صافي إلى غائم جزئيا، والحرارة بتتسجل أقصاها 22 درجة. بتابع الطقس على هذا الحال لنهار الأحد، ومثل ما عم بتشوفوا التنين وثلاثة الجو ممطر والحرارة بتنخفض لل 17 درجة. من بعد جولتنا على طقس لبنان نختم بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وكل أخبار الطقس بتتابعوها يوميا بنشراتنا الثلاثة دايما من الـ MTV.